الإيدين ما بنركزش فيهم قوي، إيدينا ممكن تفكرنا باللي شفناه في حياتنا ويمكن تورينا اللي جاي في طريقنا. الإيدين ممكن تساعد وتطمن، وممكن بيهم نطلب المساعدة علشان نطمن. إيديك ممكن تدي بيها حبك وتاخد بيها حقك. احنا مؤمنين ان كل ايد اتخلقت وليها دورها في الحياه. احنا محتاجين الايد اللي بتبني واللي بتكسي واللي بتخطط واللي بتاكل واللي بتحافظ على تراثنا. عشان كده بنتعهد في موبينيل اننا نساعد الايدين اللي عايزه تتعلم، عشان بالنسبه لنا اكبر خساره الايد اللي ما بتعملش حاجه.